ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، سيد والي الولاية، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، سادة أعضاء اللجنة الأمنية الولائية، سادة مدراء وممثلي مختلف. في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للكشاف بمناسبة الذكرى 83 لاستشهاد القائد البطل محمد بوراس مؤسس فيدرالية الكشافة الإسلامية الجزائرية، سطرت المحافظة الولائية برنامج ثريا من أجل هذه المناسبة. كانت البداية بوقفة بمقبرة الشهداء رفقة السلطات المدنية والعسكرية على رأسهم السيد والي ولاية، وكذلك وبعدها التوجه بمسيرة كشفية للمكتبة الرئيسية للمطالعة من أجل إقامة الحفل الختامي للأنشطة. تخلل الحفل إبرام اتفاقية مع مديرية المجاهدين وتكريم عمداء الحركة الكشفية في ولاية برج بعريريج، وكذلك تكريم المساهمين والناشطين الذين رافقونا في عدة نشاطات، تكريم أفواجنا المتفوقين، تكريم أبنائنا الكشفين الفائزين في المسابقات التي نظمتها المحافظة الولائية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كشاف الفقير يونس عماد الدين من فوج الكفاء بورت باريريج. اليوم حضرنا حفل الولاء اليوم اليوم الوطني للكشاف، وكان الحفل متميزا بمسرحيات وأناشيد هادفة. استفدت من هذه أننا شاركنا في مسرحية استفاقة التي أفادتنا كثيرا كثيرا نحن فوج النجوم من مدينة بئر عيسى. هذه المسرحية تحكي على فلسطين، نحن نظمنا هذه المسرحية خصوصا على فلسطين. نحن نود أن نرسل رسالة إلى الأهل الجزائري ليعرف قيمة فلسطين. استفدنا من هذه الحفلة أن محمد بوراس قاوم بعدة مقاومات من المقاومة الفكرية، حيث أسس نادي ثقافي اسمه الكشافة الإسلامية الجزائرية، أقيم أول فوج فيه في بحي القصبة في 1903 في الثلاثينيات، وعند استشهاده أعلنوا رسميا أن قيام الحركة الكشفية الوطنية لبرج بوعريريج ولكل أنحاء الدولة الجزائرية.